نوفي من احمد درويشة هيرو ماكسونن او مشوما شتاتا ام تجي شتاتا سرجنينا مشو داس بيدب وك همو زلام كوبوني يعني بي باي كوبين دركاتي سيرفي اساسي بودنا كسركاتي هي دبجي ان وك جيني كولام قبولناك زلام كولام قبولناك سيرفي اساسي و دومجي وك جن جبوما يعني ماجن دوم بتشوفك تشوك ماجن تدين يعني جن وك كولا وك خزمه كور ما في خواتنا بو بوتشتا مديبو بس شورا شما شورا شما هيش يعني شورا شا يونزي تير مهد اگه حتى نوزي تير مهد دست بيكر شورا شا رجاوام بجنه دست بيكر راستا يعني هيرو هيش ام بي وك ام بي شهر كوباني داعش دباسه بيكر سركيشا وشاره جن سينورش كنون ده يعني جن بول سربي اساسي يعني ام دي بجن جن وك يعني ديناميك يا وجفاكي هبونا وجفاكي يعني جن يعني اون وقت زنان يعني اي سركيشي شورش و سركيشي خوا افاده كر جن بول يعني وك ام نو وك ام بي ام زلومي في هرمي وك ام بشكري ددن حمو جنين روجافا ادنا كولاكي جنيرا يعني ناتشت تشوري جن هابونا في جفاكي جن شوبي يعني بربا هابوني جبو چهار سریه جبو شیو را که ننی وک سیستم ما ننی ریوبری خواستر دا وک هف سروکاتی ننی هفال جن هفال خورد شتو ما فی هفال خورد هبه ما فی هفال جن جی هبه ننی سیستم ما ننی سیستم دم دم گاف گاف پیش داته سروی اساسی تجارجی ام وک زلام ویتشتی قبول ناکن جنی کلم قبول ناکن جن هابونا وجباكي نوی من عزیز عبدی دستای عبوری کانتون کوبانی ام هیرو وک به ظلام خیه کانتون کوبانی در کتن مناسبت تونده دید جنا زبی ام جی ثبات بکن جی دنیا و جی عالم میره ام جی به حق جنا رانا وکی اون زانن جن روجانه تینا اشکنجه کرن تینا قتل کرن جوانش خاندنه تینا محنو کرن یعنی ام جی پروژه می نتاو دیمکران او جی پروژه آزادی ها جنه دخواده بی ام هات نبر تاکید دکن تکست دکن که بایی و ظلام کانتون ها کمانه او حق جنه رانه و پروژه می جی آزادی ها
جنره دا وكي و پرسگوتي يعني کو حياني کو جن آزاد به جلي درد كوي نفسي درد كوي او نه آزاد يعني بر کو جن آزاد به جنجي او جلي ني او زارو كني او تربيه دي كه او زارو كناجي دبنه ريو بر دبنه قيادي دبنه هرتش ذلك يعني احترام جنره اگر ام بپارزين او جنان بپارزین و هر کس مال خدا، طاق خدا، حقی و لوی خودی در کبه. آزادی به سراخ جیان نره، به سراخ جیان نره، جن جن جیان آزادی. فكرة العبد الله إدارة مجلس القادرية بلدة سرين، نحن جايين اليوم نتظاهر ضد العنف ضد المرأة. المرأة في المكون اللي عايشينه نحن بالأمة الديمقراطية، المرأة لها الحرية الكاملة بالمجتمع الديمقراطي، بالعمل بأي إدارة سواء إدارية أو لشؤون المرأة. العنف بالنسبة للمرأة ليس العنف الجسدي فقط، العنف الفكري. يجب أن لا تعامل المرأة بجميع أصناف العنف الفكري أو الجسدي أو أي أنواع العنف، ونحن جئنا من أجل هذا، من أجل القضاء على العنف، وأن تعامل المرأة بشكل صحيح، لا أن تعامل كخادمة أو كعنصر عادي بالبيت أو سواء بالإدارة، ولا تكون المرأة أدنى من الرجل بالمجتمع سواء إداريا أو بالوظيفة، أن يكون الرجل متقدم على المرأة. يجب أن تكون المرأة مساواة الرجل. Shut up!